السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا جماعة؟ زي ما عودناكم كل يوم في الجيم نخش اشتراكات ولايكات وحركات، عايز الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من زي ما قلنا قبل كده شعرنا اللي حبوا بعدين. مليون مسا على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشتركين عندنا وكل الناس اللي مش مشتركين عندنا. قبل ما نبدأ أي حاجة زي ما جينا قلنا ما تنساش صبعك الجميل تعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد. النهارده موضوعنا مهم جدا 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 للناس اللي بتربي كلاب، سواء في البيت، سواء في السطح، سواء في مزرعه، سواء عند واحد صاحبك، سواء في دكان، في اي حته، اي حد بيربي كلب. طبعا داخلين على صيف وداخلين على حر. طيب ايه المشكله وايه المناسبه؟ حشره رزله، حشره غلسه بارده بكل المقاييس. حشره ايه؟ حشره القروضه. حشرة رزلة لدرجة ان ممكن تموت الكلب. حشرة بتمص دم الكلب لغاية ما تخلي الكلب رفيع خالص، يقطع اكل الكلب ممكن يموت منك لا قدر الله. طيب نعمل ايه او ايه اللي ممكن نلحقه؟ اي واحد عيجي يقولك الحل السريع، الحل اللي مفيش منه، اعرف اللي هو دوت كده هجاص. ليه بقى؟ لان حشرة القرادة دي كذا نوع، ممكن واحدة تجيب لها دواء معين ما تجيش معاها وتيجي مع دواء تاني. اسرع طريقة بتدي ابر تحت الجلد، في ناس ما بتحبش، ناس ما بتعرفش، بتجيب رش ترش الكلب وتطمن، ترش الكلب، ترش المكان، تخلي بالك وانت نازل بالكلب بتاعك رايح مثلا جنينه، رايح خارج، خلي معاك ازازه خل وافرازين، حطهم على بعض، رش الكلب قبل ما تنزل عشان ما يجيلهوش وانت ماشي اي قراضه من الارض او من الشارع او من الجنينه تيجي تلقط فيه. طيب انت عندك مثلا في مكان او في سطح مثلا كلب فيه قراض، كلبين، او عايز احميهم، اعمل ايه؟ انا جبت النهارده جبت مادتين من الناس اللي هم بتوع الزرع والناس اللي هي بتاعت المواشي، بيبقى برضو عندها خلفية اكتر من عندنا، لان برضو الحشرة دي بتيجي للمواشي مش للكلاب بس. فطبعا النهاردة قلت اعمل ايه؟ الحق نفسي واوري الناس للتوعية اللي انت ممكن تحمي نفسك ازاي، ترش ايه. انا جبت مادتين، المادتين دول مادتين سمين، يا رب هو هيتحرك معايا. مادتين سامة، مادة اهي يا رب يقول لي عشان انا اعمل اشوف اعمل ايه. اسمها بلدوج. اه بس كاف في الاخر بلدوج دي اخرها جيم بلدوج. اه والمادة التانية اكتا كروم. وضحت يا ابني ولا ايه؟ ايوه اكتا كروم. طيب انا هعمل ايه؟ انا مثلا عندي بتاعه رش ممكن اشتغل بيها وممكن مثلا ما اشتغلش بيها. طيب انت ما عندكش بتاعه رش تعمل ايه؟ طيب هتجيب ازازه كده اهو 2 لتر تمام؟ وهنيجي نخرم الازازه بخرم. طيب بعد كده ايه اللي هيتم؟ الماده دي تخلي بالك عشان الماده دي سم، يعني تكون حذر وانت بترشها على الكلب. تلبس للكلب كمامه، يقفله بقه ببلاستر شكرتون سكوتش، تجيب الواقي، لازم اللي انت تخلي بالك من الكلب عشان الكلب مثلا ميل حسي المادة تيجي في الكلب كويس. طيب اعمل ايه بعد كده؟ هجيب ازازة ال 2 لتر، المادة دي سامة جدا وحلوة،
احط 5 سنتي احط من دي يعني دي 2 ونص دي 3 ماشي اهو كده هنا في واحده 5 سنتي من الناحيه اهي اجيب 5 سنتي من هنا و5 سنتي من ده كده يبقى انا حطيت مادتين سمين مع بعض. اهم حاجه وانا بعمل الكلام دوت لازم اسال لان فانت ممكن تحط مادتين مع بعض ما يحصلوش تفاعل وده جاز او صوله حط برضو 5 سنتي وحط 5 سنتي او 10 سنتي جاز اهو كده واجي اروح مزودهم ميه. طبعا انت عندك كلاب ياما هتجيب الرشاش المسدس اللي بيلوش او البخاخة دي زي اللي عندي او بخاخة تانية كده وبملاها ماشي. Thank you.
وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده. النهارده تكونوا قد استمتعتم معنا، وهنا هنا سادتي وسادتي تنتهي حلقتنا اليوم، والى اللقاء في الحلقه القادمه.